أخبار اليوم. بعيد ولازم نفرح، والحمد لله احنا موقع الفرح بالنسبة لمصر إن شاء الله، السنة الجاية إن شاء الله نصلي هنا والمية موجودة ومصر تحقق يعني هدفها من التنمية والإخاء. الفترة اللي فاتت كانت فترة عصيبة جدا، احنا عايزين ننظر للمستقبل، احنا واقفين في موقع المستقبل إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله تعود الريادة لمصر في السياسة والاقتصاد. مصر تقف على رجليها، ومحدش هيوقف مصر على رجليها غير ولادها وغير رجالتها. احنا طبعا بنهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه العيد، بنهني الشعب المصري كله، بنقول للرئيس عبد الفتاح السيسي سر على بركه الله وسر للامام وطريق الحريه والرخاء، واحنا كلنا في ظهرك وكلنا معاك، ان مصر تستحق ان هي تكون الدوله الرائده ليس في المنطقه بس لكن في العالم ان شاء الله. قناه السويس يعني قناة السويس فعلا لمصر لكن للعالم كله، من خلال القناة الجديدة العالم سوف يكتب في تاريخ ان مصر خدمت وعمل الشريان للحياة للأجيال الحالية والأجيال الجاية ان شاء الله. ليهم دي عند ربنا سبحانه وتعالى في الجنة بإذن الله تعالى، ان دول بيصنعوا التاريخ لمصر. نحن بنبقى يعني سعداء لما بنسمع تقول كمية الحفر المزيد، وده دليل على إرادة شعب مصر. خد بالك قناة السويس حفرت في الأول الشعب المصري حفرها بسعاده وبأظافره ودموعه ودمه، لكن حفرت بالسخرة. المرة دي قناة السويس بتحفر بالحب والوطنية في الشعب المصري. إن شاء الله نكمل مسيرة أجدادنا اللي حفروا قناة السويس وسعادهم وأظافرهم، والأجيال دي تكمل إن شاء الله. ولما الرئيس عبد الفتاح السيسي نزل وماسك الأطفال في إيده والشباب في إيده، مش بيقول غير رسالة واحدة، ده مستقبل البلاد، دول مستقبل الأجيال الجاية. احنا عايزين نسيب الأجيال الجاية يعني مشروع قومي عملاقة زي ما الأجيال السابقة سابتين حفر قناة السويس والسد العالي.